السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيف نخدم فيديو تاع الشروحة. سبي مثال، أنت دير فيديو تهضر ودير الشاشة تاع الهاتف حذاك كيما هذا الفيديو. خاوتي شوفوا معايا مليح باش تفهم معايا مليح مثال هذا. يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا هذه اللقطة دوك خاوتي، نطلع لكم هنا شوفوا هنا اللقطة هذه الشاشة أسفل الفيديو هنايا. أولا دخو إلى المثال هذايا، عنده 600. كيفاش نديرو كيما هذا الفيديو؟ أولا خاوتي لازم تسجل فيديو بالهاتف، وكذلك تسجل ثاني الشاشة نتاع الهاتف بهذه الطريقة. ها هو الفيديو لوحده خاوتي بدون مونتاج، هذا هو بدون مونتاج خاوتي، وكاين هذايا بالشاشة. على شخص الى شخص كيفاش نديرو؟ نفتح البرنامج كامتازيا ستوديو، نجيبو فيديو اللي صورناه هاوتي، عدنا هذايا وعدنا هذايا. من بعد واش ندير؟ نسحب هذا الفيديو هنايا خاوتي بهذه الطريقة، ومن بعد نجيب هذا تصويت الشاشة هنايا بهذه الطريقة خوتي. شوفوا معايا، لازم يبدأ الصوت مع تسجيل الفيديو مع تسجيل نتاع التليفون. شوفوا معايا مليح، هنايا لازم يكون كيف كيف. شوف، السلام عليكم. شوفوا معايا مليح، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت كيف كيف، فهمتوا خوتي؟ ومن بعد نستقر هذه، نجيبها هنايا خوتي بهذه الطريقة. ومن بعد شندي نجي هنايا نقص زوج مقاطع، هادو اجزاء سبريميهم، ومن بعد نقدمهم. ومن بعد واش ندير هنايا؟ شوف معايا ملي هنايا عنده اي مشكله، هو عنده مثال قلطت هنا، مثال هنا قلطت هنايا، شوفوا معايا مليح اي مشكل اللي عنده اي هنايا. شوفوا معايا مليح، انا واش ندير؟ ندير اس، ومن بعد نجي هنا الفراغ هنايا، كذلك ندير اس، ومن بعد سبريمي، ومن بعد نقدمهم بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد نسمع. أي مشاكل اللي عنده أي مشكلة ولا عنده إسفة يتواصل معنا، تجدون مواقع التواصل الاجتماعي أسفل هذا الفيديو. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل جرس يصلكم. المهم تفهم معايا هذا الفيديو باش تفهم معايا. دوك نطلع لكم هنا الشاشة أسفل الفيديو هنايا. هنا معايا شفتوا معايا خوتي هنايا، هنا واش ندير؟ نقص هذا الفيديو هذا، ينقص نقصو بهذه الطريقة. ومن بعد واش ندير؟ شفتوا خوتي الصوت تاع التليفون اللي سجلناه الفيديو، واش ندير؟ نجي هنايا ومن بعد نسحب نقص هذا الصوت نتاع التليفون الأصلي، نخلي الصوت نتاع التسجيل هذايا. ومن بعد نطلع الصوت يكون الصوت مليح بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد ثاني نطلع هذايا بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد واش ندير؟ نجي هنا، شتو خاوتي هنايا؟ هنايا واش ندير؟ نسحب هذا الفيديو نهبطو لتحت، ومن بعد نجيب هذا الفيديو كذلك هذايا نهبطو لتحت بهذه الطريقة. انا واش ندير هنايا؟ شوف شو عامل، ها انا واش ندير؟ نجي هنايا نختار هذه نحطها هنايا. شوف الفيديو هنايا، اولا دخو الى منصه باينس بهذه الطريقه بهذه الطريقه. ومن بعد واش ندير؟ مثاني كملت هذا الفيديو، انا كملته خلاص مريكل، خلاص كلشي مريكل. واش ندير من بعد؟ واش ندير؟ نجي هنايا شو خاطي بهذه البلاصه، نكليك عليه، ومن بعد نكليك على هذه، ومن بعد نختار صيغه الفيديو. عندنا 1080 نكليك عليها، ومن بعد نختار اسم مثال 01
وندير اجستري، سيتم حفظ الفيديو. ذوك خاوتي يكمل حفظ الفيديو ونرجع لكم. خاوتي راه قريب يكمل حفظ، تم حفظ فيديو. السلام عليكم ورحمه. دوك نشوفوا فيديو خاوتي، هذا هو فيديو اللي خدمناه درك بهذه الطريقه، سواء كنت بالحاسوب ولا بالهاتف نفس الطريقه. اذا كنت بالهاتف تخدم كاب كات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله. اذا كنت تخدم بالحاسوب اخدم بالكاب كات. تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه حبيب لمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش بيع في منصة باينس عن طريق باري ديمو، كذلك كيفاش نشوف اس دي جي في منصة باينس عن طريق باري ديمو. طريقة سهلة جدا بدون أي مشاكل. اللي عنده أي مشكلة ولا عنده أي استفهام يتواصل معنا، تجدون مواقع أو الاجتماع أسفل هذا الفيديو. قبل تشغيل هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة تفعيل جرس يصل. المهم تابع معي هذا الفيديو باش تفهم معي. دوك نطلع لكم هنا الشاشة أسفل الفيديو هنايا. اولا دخول الى منصه باينس بهذه الطريقه. المونتاج فيديوهات على الشروحات بهذه الطريقه. مهم اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه وخاصه في جرس يصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.